Ja. Ja, ik heb slippers aan. Ja, dat zie ik eigenlijk gewoon. Dit. Sterke vissen, hè? Ja. Ik probeer met te scheppen, ik hou je hengel al vast. Even die elastiek om je pols heen doen. Oeh. Oh. Voor een brassem is goed. Ja, wel dit een brassem, ja. Wekenlang niet. Maar die telde niet. Zo. Ja. Gadver. Maar wel een flinke lap. Ja, dat zeker. Iedere visser is er heel blij mee. Ja. Oh. Helemaal op. Gadverdamme. Ik probeer ze altijd in het water te onthaken. Ja, maar dat kan niet hier. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا من حي العالم والوطن العربي على قناتكم قناة الصيد مع زيزو. النهارده إن شاء الله يا جماعة نازلين على المية، نازلين بثلاث صنارات، صنارتين حداف وصنارة غماز. أنواع الطعام يا جماعة اللي هننزل بيها هو دود الأرض أو الطعام البلدي، ونازلين بالذرة الصفراء أو الذرة الحلوة أيا كان المسمى، ودي يا جماعة عامة علبة بتتباع في أي سوبر ماركت. وتالت نوع يا جماعة من الطعام اللي احنا نازلين بيه النهارده هو العيش. العيش صافي من غير من اي اضافات، عيش عادي جدا. ده يا جماعه انواع الطعام اللي هننزل بيها، وان شاء الله واحده واحده كده يا جماعه نشوف لو ربنا رد حاجه، وهنوريكم باذن الله تعالى لو ربنا كرمنا بحاجه باذن الله. اللهم صل على النبي يا اخوانا. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. شوف عندي ده اهو، كلتها كلها. ما شاء الله. ان شاء الله اخوانا خير ان شاء الله يا جماعه، نخش على بعض ان شاء الله ربنا يرزق باكبر ان شاء الله. بعدين يا جماعه جبنا عيش ركبناه على الصناره اهي، ده مجرد عيش كورناه على الصناره والسن جوه خالص. ودينا هنجيب بقية العيش وشوية ذرة وشوية ذرة صفرا، هنمكسهم في بعض عشان ياخد على الأقل المية بتاعتها اهي، وهندخل دي هنا يا جماعة. ده بقى ده منظر يا اخوانا، ادي العيش اهو، ودي الترميله بتاع التسفيره بتاعتنا او العلافه، وادي السن اهو، دي الليله من اولها لاخرها يا اخوانا. العلافه اهي والعيش اهي، وادي المتوكل على الله يا اخوانا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. مصر ما عندنا خوالي. وبكده يا جماعه يبقى وصلنا لنهايه حلقه النهارده، واتمنى تنال اعجاب حضراتكم، وما تنسوش لو حلقه النهارده عجبتكم ومحتوى القناه عجب حضراتكم الاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا ومع الف سلامه.